الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال الله سبحانه وتعالى: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعل للناس إماما. وقال الله سبحانه وتعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين. ان ينصركم الله فلا غالب لكم وان يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده بعد الله فليتوكل المؤمنون. احبابنا الكرام، الانسان والمخلوق كله يحتاج من قضاء حوائجه إلى الله عز وجل. وفي قضاء الحاجة والافتقار إلى الله، لجبرائيل وللنملة سواء. في الافتقار إلى الله النملة وجبرائيل سواء. لا يقال أن جبريل كم يحتاج إلى الله والنملة تحتاج إلى الله أكثر بسبب ضعفها، لا. يقول الشيخ يوسف رحمه الله: ما سوى الله يحتاج إلى نصر الله عز وجل في جميع حوائجه، فكذلك هذا العمل من بداية هذا الجهد في زمن عليه الصلاة والسلام إلى نهاية هذا الجهد إلى يوم القيامة. أولا، نتيقن بقعر قلوبنا أن هذا العمل لن ينقطع قبل يوم القيامة، لأن العمل المقبول عند الله يكون على أكتاف الناس ويكون على مسؤوليات الناس، و الأمة تحمله إذا حد يترك العمل ويستغني عن العمل، والله سبحانه وتعالى هو مستغني عن عبادة خلقه وعن دعوة خلقه. فالمطلوب هذا أن في هذا العمل نحتاج إلى نصر الله عز وجل، إلى نصر الله عز وجل ونصرته الغيبية. فهناك السؤال: النصرات الغيبية مشترطة بأي أصول وبأي طريق؟ القرآن يبين صراحة أن النصرة لهذه الأمة في مقابلة الباطل، والثبات ثبات القدم لهذه الأمة على دين الكامل في مقابلة الباطل لا يمكن إلا بالدعوة إلى الله، النصرات الغيبية كلها مربوطة ومشروطة بالدعوة إلى الله. الله تعالى قال: إن تنصروا الله يرون أهل الدسور. نحن نناصر الإسلام بالمال. وكان في بالهم نهاية نصر الإسلام بما عندهم من الأموال، فهم يتيقنون بها وينفقون أموالهم
في حوائج المسلمين فيرون نحن في نسخة الإسلام. أحبابي الكرام، النصرات الغيبية باستعمال هذا الجسم للدعوة إلى الله وجميع الأسباب والذرائع وجميع الأشياء التي خارج الإنسان لم تكن مجاهدة ولو لجمع الأسباب الأولين والآخرين، لا يكون بديل هذا الجسم، لأن المجاهدة يتعلق بجسم الإنسان. الإنسان كما يستخدم جسمه للعبادة هكذا يستعمل جسمه للدعوة. يقول الشيخ يوسف رحمه الله: نصرة الدين باستخدام نفسه، باستخدام نفسه. إنسان هو يستخدم نفسه، يتعب نفسه لدعوة إلى الله، فالنصرة باستعمال جسمه، النصرة باستعمال جسمه ليس باستعمال الأموال والأشياء الخارجية من الجسم. لماذا؟ لأن إنسان الشيء الذي يتعب له نفسه هو يحبه، يحب دكانه، يحب ماله، يحب مكاسبه، يحب بيته، يحب أزواجه. لماذا؟ لأنه اجتهد له رأسه. ولكن الأموال والأشياء التي تستخدم لإذاعة الدين ونشر الدين، هذه الأشياء استخدامها إنسان هو يعني يتعب نفسه لهذه الأشياء ثم يستعمل هذه الأشياء للدين، لا يكون استعمال للجسم رأسا لإحياء الدين بل للدعوة إلى الله. فلهذا أساسيا كل واحد هو يتعب نفسه بنفسه لهذا العمل. الدعوة الإنفرادية التي هو الدعوة الإنفرادية التي هي السبب الوحيد لنزول المسلم، فلفهم هذا الأمر لابد أن نستحضر باستحضار كامل ما هي النصرات الغيبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعوة إنفرادية. ما هي النصرات؟ إن لم نستحضر بها فيغلب الرواج وهذا الجسم فقد يستخدم لحوائج الدنيا، والناس يقولون انتشر الإسلام في العالم كما يقول الشيخ الياس رحمه الله، كان يقول استخدام آلات الباطل لنشر الإسلام بهذا الشكل يتقوى الباطل ما يدرك الإسلام. استخدام الباطل كما في هذا الزمان، لأن في بداية الكلام لما بدأته قلت اتباع السنة لا بديل له، ولكن الناس يرون بديل الدعوة ليش الإسلام يستخدم الآلات وهذه الإذاعات الحديثة لنشر الإسلام، ويرون أن تبليغ هذا الزمان بهذا الشكل. أنا قلت لكم في بداية البيان السواك لا بديل له، لأم الذي بعث به عليه الصلاة والسلام كيف يكون بديل؟ من أن نأتي بديله. فالنصرات الغيبية خاصة في دعوة الإنفرادية، لأن في القرآن كان عملين لرحمة الله عز وجل تتوجه إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم خاصة، الذي يراك حين تقوم
وتقلبك في الساجد في دعوة انفرادية الذي يراك حين تقوم لما تبين لما تدعو الناس إلى الله حين تقوم وتقلبك في الساجدين لما تكون مع أصحابك في الصلاة فلا بد استحضار النصرات الغيبية. ما هي الأسباب؟ ما وجدنا إلا دعوة انفرادية إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. يا أحبابنا في هذا الزمان كلما تأتي الأحوال على الإسلام المسلمين نحن اجتماعيا ننسبها إلى أعداء الإسلام هم خربوا ديننا هم أخرجوا من الإسلام هم خربوا ديننا هم غيروا ديننا. الشيخ رحمه الله قال يقول باليقين والبصيرة قال يقول أهل الباطل لو يجتمعوا كلهم ليخالفوا سنة واحدة ما تتعلق بالاستنجاء فهذه المقابلة لأهل السنة يكفي لهلاك الباطل. ويقول المسلم هم غيروا حياتهم. الله سبحانه وتعالى جعل عليه مسؤولية أن المسلم يغير حياة الباطل ويغير حياة الأقوام والمسلم يقول هم غيروا حياتنا. لا يجوز أن يأتي هذا الكلام على لسان المسلم أن يقول أهل الباطل غيروا حياتنا. الله استخدمكم وجعلكم مسؤولية أنتم تغيروا حياة الأقوام. لماذا؟ لأن هذا أكيد أن المسلم إذا لم يدعو إلى الله عز وجل يتأثر بحياة الباطل. إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فتثبيت أقدام الصحابة على الدين والباطل انهزم وتعب في تغيير أحوال المسلمين. لماذا؟ السبب الدعوة الإنفرادية. هذه الجولات وهذه اللقاءات هذا ليس كتنظيم ليس كتحريك والصوت الجديد لا بل الله سبحانه وتعالى جعل المصادر الغيبية مع الدعوة الإنفرادية. فكان عبد الله بن حذافة رضي الله عنه لما أراد أن يترك الإسلام لما أراد أن يصيره فقال لا مغير لا أترك حتى تعب يعني هذه القصص كما مرة النبي صلى الله عليه وسلم في السفر عبد الله بن عمرو العاص كان معه فرأى رجل زاهد إلى جانب فقرب إليه ودعاه إلى الله فقال من يشهد أنك رسول الله ومن يشهد أن الله هو الله من يشهد هذا؟ من الشاهد على هذا؟ ما قال أصحابي يشهدون؟ قالوا معي لأن هذه النصرة ظاهرية والتعيد الظاهري. قال هذه الشجرة على شاطئ الوادي هذه الشجرة تشهد بأني رسول فدعاها فجاءت الشجرة تخذ الأرض خدها وثلاث مرات استشهدها وشهد ثلاث مرات أنه كما قال. فالأعرابي قبل الإسلام. أحبابنا نسمع هذه القصص دائما ونحفظ ونبين. المشكلة لنا لا نطبق هذه القصص وهذه الأسرار الغيبية لا نطبقها على هذا الجهد اليوم. وكذلك لا يكون الضعف في الخروج لأن لم نستحضر ماذا حدثت في زمنه عليه الصلاة والسلام وماذا فعل أبو بكر رضي الله عنه في أيام الردة. كان عمر يحلف بالله كان أبو بكر رضي الله عنه إذا لم يعزم وإذا لم يستقيم على ما أمرنا مع أن الصحابة كانوا لم يتفقوا
إخراج جماعة أسامة رضي الله عنه، هذا غير متفقين إليه كلهم. بقي أبو بكر رضي الله عنه منفرد في إرسال هذه الجماعة، ويحلف عمر رضي الله عنه وتحلف عائشة رضي الله عنها أن الأمة ترتد ولا تعبد على هذه الأرض أحد إلا إخراج إلا أن إخراج هذه الجماعة. فهذه القصص تنبهنا وتوقظنا أحبابنا، بدون هذا اليقين لم نستقيم على الجولات والخروج السنوي والشهري. هذا كل النظام لا يمشي إلا أن نتيقن أن الثبات على الدين بالنساق الغيبية خلاف الباطل لتعيد المسلم لا يمكن إلا بدعوة دينه. أولا ضعف هذا اليقين، ثم الشيطان هو يوسوس في صدور القدماء والدعاة خاصة أن النفر والخروج لا يلزم، لأن هذا لتعليم الدين، نحن تعلمنا الدين، هذه الحلقات لم نحتاج إليها، تعلمنا الدين، لماذا؟ يا أحبابنا النفر في سبيل الله بسبب أمره عز وجل. نحن مأمورين بالنفر، مأمورين بالنفر. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم من الأرض. الذي هو يطبق هذه الآية فقط للقتال هو أخطأ. لماذا؟ لأن نصرة الدين لإعلاء كلمة الله عز وجل هذا كان خروج مقصد الصحابة، ما كان فقط القتال، بل هذا أغلب الغزوات وأغلب السرايا ما كان فيها القتال إلا بعضها. المقصود إعلاء كلمة الله وإخراج الأمة من الجهاد من الباطل إلى الدين والإسلام، هذا هو المقصود. وبعد هذه الآية إلا تنصروه، إن لم تصلوا، إن لم تزكوا، إن لم تحجوا، إن لم تصوموا، إلا تنصروه. ما معنى إلا تنصروه؟ المقتضيات الدعوة التي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن لم تنصروه في هذا العمل الدعوة فالله سبحانه وتعالى يأتي بقوم يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا مسلمين. فأصلا مزاج هذا العمل، مزاج هذا العمل أصلا الجهد والنفر والمشقة، ونتحمل المشاكل والصعوبات والمجاهدة في هذا السبيل، هذا مطلوب لا بديل له، لأن ليس لا نجد بديل للإنسان للعبادة، فكيف نجد بديل للإنسان في الدعوة؟ نحن نشعر مسؤوليتنا، مأمورين بالنفر حتى نستقيم عليه. فقلت ثلاث عدة آيات أريد أن أعرض أمامكم وأتذاكر معكم في إسرائيل أحبابنا. نتكلم في هذه في ضوء هذه الآيات التي قرأنا في بداية الكلام. فهذا أكبر وأول سبب النصرة الغيبية. لو تركت الأمة الدعوة إلى الله لم تكن سرى هذه الأمة أبدا. هذا أول سبب. ثم السبب الثاني لنزول الصدر الغيبية، الاجتماعية بين المسلمين، وفوقها الاجتماعية بين الأحباب. فقد رجلين
يتنازعان في أمر الدنيا، فرفعت ليلة القدر، لتنازع رجلين فقط في أمر الدنيا باسم الدين. وإلا نزلت الناس علموا لم ترفع إلى يوم القيامة فقط بسبب النزاع. وخفيت الأمة وإلا كان نزلت القدر. فالسبب الرئيسي هذا الاجتماعية بين المسلمين، والاجتماعية فوق هذا الاجتماعية بين القدماء، يد الله على الجماعة، يد الله على الجماعة. فلهذه الاجتماعية نحتاج إلى مزاج النبوة. يا أحبابنا، ليس فقط أمامنا ترتيب الجهود، نعمل كذا نعمل كذا نعمل كذا نعمل كذا، ولكن ما كان مزاجه عليه السلام في هذا العمل التالي. ما كان مزاجه، كيف ربى أمته، كيف ربى أمته. فأكبر الشيء الذي ربى به أمته كان في مزاجه الدين الذي فقدناه وتركناه، وأخذنا الشدة لإقامة الأصول. الدين الحكمة، الحكمة قبل موعظة الحسنة. يقول الشيخ الياس رحمه الله: أكبر الحكمة الإكرام، أكبر الحكمة الإكرام. كان في مزاجه، وكان له يعني هو كون البيئة، بيئة الدين. لو أحد يأتي في هذه البيئة ليقتله عليه الصلاة والسلام ويدخل في الإسلام، يأتي في هذه البيئة ليأخذ عليه الصلاة والسلام كما أرسل كسرى اثنين من الشرطة ليأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم دخلوا بالإسلام. عمير بن وهب هو ذهب من مكة إلى المدينة، فأخذ معه السيف ليقتل صلى الله عليه وسلم، ولكن لما وصل أمامه عمر رضي الله عنه مسكه بمجامع قميصه وسيفه، فقال عليه يا عمر اترك، لماذا أخذته؟ لأن كان عمر رضي الله عنه هو يعلم أنه أراد بهذه هو أراد القتل، ولكن قربه الله وسلم وبعد على أصحابه وقربه. لماذا أنت يا عمر؟ قصة أنتم تعلمونها. فعمير بن وهب هو قال: لا، أنا جئت لأخي. فقال عليه الصلاة والسلام: أنت ماذا أشاركت في إذا عندنا في قلوبنا حرقة الأمة كلها، الله سبحانه وتعالى يجعل أثر هذه الحرقة على أهل الباطل، والله سبحانه وتعالى ينكشف على الدعاة، أحوال الأمة، ينكشف على الدعاة أحوال الأمة. هذا أكيد، هذا كذلك من النساد الغيبية، من الأعداد الغيبية، تنكشف على الدعاة أحوال الأمة. قال عليه السلام: ماذا تشاركت في الحرم من وقتي، وماذا عزمت هناك، ولماذا جئت بهذا السيف؟ لما سمع هذا الكلام قال: أشهد أنك رسول الله. المقصود بهذا يعني كان صلى الله عليه وسلم يستقبل الجميع، أحد يأتي ليقتله، أحد يأتي ليأخذه، أحد يأتي ليرسله، أحد يأتي ليتهم عليه، أحد يأتي للتجسس.
الحيات هنا عندهم جواسيس جواسيس يدخلون الإسلام. كل من يأتي بأي إرادة لماذا؟ السبب وسعة قلبه، السبب أنه قلبه صافيا عن الانتقام. المرأة اليهودية التي جعلت السم له في اللحم وأرادت أن تعلم أنه نبي وغير النبي، فلما أخبر العلماء أن هذا اللحم مسموم وترك هذا، ثم قالت الصحابة يا رسول الله هل نأتي بهذه المرأة؟ قال لماذا؟ اتركوها. الله سبحانه وتعالى أخبر أن هذا اللحم مسموم، فلماذا نأخذ هذه المرأة؟ يعني الذي كان في قلبه الانتقام من الأغيار، أحبابنا توجه من الأغيار، من الأغيار من غير مسلمين صراحة من أبي، ليكون في قلوبنا السبب. لماذا؟ لأن المسلم لما يقع في الشهوات وفي الهوى، فلما يقع في الإسراف، والمسلم لما يخالف أمام الله عز وجل، الله سبحانه وتعالى يستخدم الباطن، يستخدم الباطن لمنع شهواتهم ولتكسير هواهم، لتكسير هواهم يعني تنقضي هواهم وشهواتهم بطريق الباطن. فهم لا يدرون لماذا هم تسلطوا علينا. وبعد ذلك هم يريدوا أن ينتقموا أو يريدوا أن يدعوا عليهم، أحببنا ورجلوا، يريدوا أن يدعوا عليهم. هذا ما وجدنا في مزاجه عليه الصلاة والسلام، بل كان يريد نجاتهم فيريد هدايتهم. كان لما ذهب وطلب، نسمع كلامه، فذهب وخرج وقت الظهر، كان حر الشديد، وكان يلتمس الظل حتى وصل إليه، فردوا عليه رد الشديد، فكيف كان مغمى عليه لما رجع محزونا. سمع حدثا من السماء، فنزل جبريل. لماذا نزل ملك الجبال؟ كان معي ملك الجبال، فنجمع بين هذا الجماعة أحمر وأبو قبيس أخشبين حتى يموت كلهم. لا أريد هلاكهم. قال جبريل ما أحد يؤمن منهم، ختم على قلوبهم. قال لا أريد هذا. لماذا؟ أنا أنتظر من أسلابهم سيأتون أولادهم وأدعوهم للإسلام، يدخلوا بالإسلام، لا إذا ما يدخلوا بالإسلام. كان يحب أن يبقي من يؤذيهم ويكون مانع في جهدهم. لماذا؟ ليدعو أولادهم. ونحن كم تركنا المسلمين لا ندعوهم إلى الأعمال وإلى الصلاة وإلى الأعمال، والأغيار بعدهم نحن ما ندعوهم الذين مكلفين بهذا الدين، فكيف ندعو هؤلاء الذين غير مكلفين بهذا الدين؟ فهذا المزاج، كان هذا المزاج عليه الصلاة والسلام، كان يجتهد لحرقته. علينا أن نطلب من الله عز وجل. أحببنا بدون الحذر والحرقة لا يمكن أن نستقيم، على هذا العمل. لا يمكن. التباعد يعني تمتلئ وترغب عن الجهد بعد حين، لأن كل شيء هو يعني يمشي بقوته وبحسنه. داخل السيارة يحتاج إلى الزيت، أسرع انتقلتها. إذا لم يحترق الزيت في داخل السيارة لا قوة في مشيها
ولا سرعة في مشيها ولا يمكن أن تصل إلى منزلها مثال. فماذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم مع الأغياء ومع أصحابه؟ وزيد في الله ما لم يزع. وما معنى هذا؟ فكان في الميزان في الدين وعدم الانتقام. لما قتل حمزة رضي الله عنه حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقتل 70 مشرك في مقابلة في حمزة. فقال عز وجل فإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عاقبتم ولئن صبرتم لغفر من الصابرين. لا شك أنه بشر جاء في بالي هذا. الله فضل القهر حرضه على الصبر. قال الصبر تصبر. فأصلا المزاج النبوة كان الله سلم هو يدعو الناس إلى هذا الجهة الطيب يدعو ولكن بأي شكل بأي مزاج. كيف قال المزاج يمين الأحباب يقطعون ويصيبون. الداعي لا يلوم ولا يلام. يلام ولكن لا يلوم. الداعي يتهم يلام. هذه كلها موانع لهذا الطريق. من يعبر بها؟ الذي هو يتيقن أن هذه الأشياء ستحدث في هذا الطريق هو يعبر بها. من لم يعلمها. فلهذا أمامنا في هذا الجهد سيدنا عليه الصلاة والسلام خاصة فيما تأذى. خاصة فيما تأذى استحضارها خاصة فيما تأذى حتى نستقيم على هذا العمل وتكون قلوبنا تتوسع لجميع الناس. فمن لم يستحضر هذه القصص ولم يتيقن بها أن هذا هو الطريق هو يشتكي ويتأخر. من لم يتيقن بها أنه سيجد كان الشيخ يوسف رحمه الله كان يقول الذي يجد في هذا السبيل كلما يزيه عليه أن يبحث فورا بإداء السحابة بإداء الأنبياء. من أوذي بهكذا إذا اتهم أحد فورا هو يبحث في اتهامات الأنبياء والصحابة حتى يشكر. إذا لم يستحضر بها يشتكي. فقال الله صلى الله عليه وسلم كان له مزاج خاص هذا. كان قلبه أوسع. الناس يخطئون أو يصيبون لا نلوم أحد. بل هذا الجهد لتعليم الأمة لتعليم الرجل الذي بال في منزله عليه الصلاة والسلام. الصحابة أرادوا أن يأخذوه فقالوا اتركوه لينقطع البول. إذا انقطع البول هذا يعني يكون سبب المشقة له. فبال في المسجد تماما. لما بدا بالبول أرادوا أن يمسكوه فقالوا اتركوه. رجل يقول في المسجد وقال الله سلام شفقة عليه ورحمة عليه أبل يقربه بالشفقة ثم يعلمه أن هذه المساجد ليس لقدر البول. هذه المساجد للتعليم والدعوة والعبادة. ربما قال لأن مكانة المسلم مكانة المؤمن حيثما كان مكانة المسلم فوق بيت الله سعيد. قال عليه الصلاة والسلام بل خاطب الكعبة رأسا وقال أنا أعلم أن عزمتك وكذا وقربتك ولكن مكان المسلم
أعظم أعظم الشيخ إلياس رحمه الله كان يقول علينا أن نتمرن نرى المؤمن في نظر العظمة نظر العظمة نرى المؤمن فلا يكون يعني ما كان المستوى في دينه ولكن إنه مؤمن بس ندينه أنه مؤمن نحتاج إلى التمرين التمرين لأن تحقير المؤمن تحقير المؤمن أحيانا تحقير المؤمن أحيانا يبعدنا عن الدين ويحرمنا عن الدين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو كون الأمة هو كون الأمة جميع النسبات النسبات اللسانية واللونية والقبائلية كلها كأن عليه الصلاة والسلام ذبحها كأنه ذبحها كلها الذي يقول من فتح اللسان لا يجمع الأمة الذي يقوم بنسبة القبيلة ونسبة اللون لا يجمع الأمة قال الله عليه وسلم جمع الأمة بألوانها وأشكالها وبألسنتها مختلفة ولكن جمع الجميع فلهذا تحقير المسلم تحقير المسلم تحقير المسلم في الإسلام يحرم أحيانا يحرم المسلم عن الإسلام الله يحفظنا وإياكم لأن لما تأخر صلى الله عليه وسلم في الإفاضة عن العرفة والصحابة كبار الصحابة كانوا معه أرادوا أن يتحركوا من العرفة فتأخر الصحابة كانوا سألوا لماذا يتأخر لمن ينتظر إذ جاء أسامة رضي الله عنه نحن منعنا بهذا هذا الرجل منعنا بهذا حقره وحقروه أهل اليمن في الغاية قالوا منعنا لهذا لماذا انتظرت لهذا الوقت أسامة بالتحقير أسامة لما جاءت الردة في زمن أبو بكر رضي الله عنه أول ما ارتد إلى اليمن فسئل لماذا ارتد إلى اليمن؟ قالوا أنهم حقروا أسامة كان الله عليه وسلم كان ينتظر يعني هذه أمثلة فعلينا أن يكون في مزاجنا العلمين في مزاجنا الأسعى كان الله عليه وسلم لما جاء ضد ابن سعنة الذي كان عالم اليهودي ورأى سيرته وصفاته عليه الصلاة والسلام كلها قرأ في كتب سابقة ثم جاء ورآه وكان في الريب والتردد أنه هو أم لا فأراد كيف يعلم أن كيف يعلم حلمه كيف يعلم حلمه والحلم لا يعلم الحلم لا يعلم إلا بالجهالة الحلم لا يعلم إلا بالجهالة يعني يتجاهل معه يؤذيه أو يعمل شيء معه حتى يعلم الحلم الحلم الرجل لا يعلم إلا أن تؤذيه ولكن كيف يؤذيه هكذا وكان صلى الله عليه وسلم أحتاج إلى المال لينفق على بعض المسلمين دخلوا في الإسلام جاء لهم الأحوال والسنة وقحط جاء عليهم القحط فاستقرض من أصحابه فكان جالس هذا زيد بن سعنة فقال جاء في باله أنا أقدم له المال وهو يستخدم هذا المال لهؤلاء المسلمين ثم
أطلب منه البدل على الدين قبل الوقت فأعتله نزار. فأخذ الله عز وجل هذا الدين وقال في تاريخ كذا وكذا في يوم كذا نعطيكم بدل هذا التمر على الدين. فقبل 3 أيام قبل هذا التاريخ قبل هذا العقد لثلاثة أيام جاء ابن سعنة كان رسول الله في البقيع فجاء ابن سعنة وأخذ بمجامع قميصه ودفعه إلى الجدار وتكلم بكلام قبيح وقال أنتم على قريش دائما أنتم تأخرون الدين وأنتم لا تؤدون على الوقت. فعمر رضي الله عنه هو يرى هذا المنظر وغضب عمر رضي الله عنه وأخذ السيف ليقتله. وهناك بنا جميعا أبتس عمر رضي الله عنه وفي حبه عليه الصلاة والسلام وأخذ السيف ليقتله ولكن كان صلى الله عليه وسلم مع أنه يحبه عمر يحبه ولكن ما قال أنت أحسنت يا عمر وأنت وهو كذا وكذا وضربني ودفعني بل قال ماذا فعلت يا عمر ماذا فعلت يا عمر. لو تعلمه طريقة الإسلام كيف نطالب لحقنا ما هو طريق الإسلام تعلمه وقل لي أهلي أنا أودي حقه من لساحب الحق بطال لساحب الحق المقال. فعليك خمس دقائق باقي خمس دقائق إن شاء الله.